مباراة لها تقاليدها ولها طقوسها طبعا في الدوري الليبي، وطبعا الدربيات هذه نشوفها في العالم كله لها نكهة خاصة. إن شاء الله تكون مباراة تمتاز بالروح الرياضية بين الملاعبية والجماهير وكلهم، وتمشي في كنف الروح الرياضية، وإن شاء الله تكون مباراة تليق بمستوى الكرة الليبية، وعلى الأقل كده وتفرجوا علينا العالم اللي برا يتمتعوا بكرة حلوة ويعرفوا أن ليبيا عندنا ديربي قوي وديربي ممتاز ويتمتعوا بمشاهدته إن شاء الله.